الأصل الثاني من الأصول الثلاثة، السؤال الثاني الذي تسأل عنه في قبرك ما دينك؟ سؤاش الله بعد أو قبر قلبه دينه وحوية دين كأقوم حوية. تقول الإسلام ديني. حلا الإسلام هو دين تيد. ما هو الإسلام؟ إسلام حوية. الإسلام هو أن تسلم وتفرد الله بأنواع التوحيد الثلاثة. إسلام هو حوية إن إلهي كوكري يشد أنواع دي التوحيد كأصدح لأن صوت شغنا. والمسلم لابد ينقاد يطيع الله سبحانه وتعالى ولا يعصي. مثال هذا رجل لا يصلي، تقول أنت مسلم؟ قال نعم. إذا لابد تصلي، لابد تطيع الله سبحانه وتعالى ولا تعصي. إسلام نمضنا وحوي قفك إلهي أهو قان سماء أوسن عاسن سيدا قف أن تكنين أو المركة ترى هذه المسلمة تهي وحكولي مسلم بانها لكن هذا المسلم تهي تكوي جوابته. المسلم لابد يبرأ من الشرك أهله بالقلب واللسان والجوارح. قفك مسلم كاهي شركة وإنه كبر النقضة قلب كيسة يعرب كيسة يحبني سبان وكبر النقضة. إذن الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. إذن إسلام كي خلاصي سوح النقضة إلهي إن لي سكوت ديبه أو تسطع عذا تعدس للي ماذا إن إلهي التوحيد كي سلوه وقان سمه إن لقبر النقضة الشركة لقبر النقضة أهل كيسة. نعم. مراتب الدين ثلاثة، الدين ثلاث مراتب، ثلاث درجات. مرتبة لها أما درجات في الدين كوا صدح. المرتبة الأولى، الدرجة الأولى الإسلام. درجة الكوباد وإسلامك. وأعلى منها الإيمان. وحاكس الرئيس إيمانك. وأعلى منها الإحسان. وحاكسيس الرئيس إحسانك، درجة إحسانك. الدرجة الأولى، المرتبة الأولى الإسلام، أركان الإسلام خمسة. درجة الكوباد وإسلامك أركان تيسوا شن. وأركان الإيمان ستة. أركان إيمان كنا تيرر كإيمان كنا والح. والإحسان ركن واحد والله أعلم. إحسان كنا وتير كلية هل ركني وكلية ويه والله أعلم.